السلام عليكم. كيما راكو تشوفوا هنايا درت حلوه الكاستيل روعه معلكه ما شاء الله وناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتتبعوني في المرحله كيفاش نخدمها ان شاء الله بالمقادير بسيطه وكل واحد يقدر يديرها. كيما شفتم قبيله كاستيل هذو هما المقادير تاوعو اللي راح نديرو نخدم بهم ان شاء الله. هي ما تاخدش مقادير بزاف وحاجة سهلة وبنين. كيما هنا راي كاينة 80 غرام تاع فرينة. هنا عندي حوالي 6 بياض تاع بيض من حجم صغير. هنا عندي كاس ونص تاع سكر عادي. عندي لاغوم تاع قهوة. وعندي 300 غرام كاوكاو محمص بيان بقشورو. وريحتو كيما راكو تشوفو هكدايا شوية خشين. هادي هي. نبداو على بركة الله. دوكي باقي كلش في لا فيديو دوكا نولي لكم ان شاء الله يولي على شكل موغان ونولي لكم نكملوا الوصفه كيف كيف ان شاء الله. دوك هنا راني درت البلوندوف نخفقوا شويه ونبدا ندير السكر بالعقل كيما تعرفوا كاع هذه المرحله ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك بعد ما خفقتها كيما راكم تشوفوا هاوليك هنا عارفي بلي لا موغان تاعك راهي ريوسي. في هذه المرحله نكتفي من الباتور ولا بيتران. انا ضربتها بالبيتران. هنا ندير لا فارين كنت صيرتها تتبعوا المراحل. وعندي نص مغرفه تاع خميره الحلو. انا بدلت عفوا هنا بدلت رايي ماعادش ندير لاباك تاع القهوة حنديرها في لاكخيمونبوغ. راح ندير هنايا لاباني. هنا راني درت جوج مغارف هكدا صغار. دوك نكمل المرحلة تاعنا وتبعوني. هاوليك كيما راكو تشوفو هاوليك بلا سباتوخير تتخلط بيان. نشوفو كيفاش تجي معلكة. دوك هنا في هاد المرحلة راح نحطها في السنيوة مغرفة فابي هكدايا ورق الزبدة. هذا لي يتغسل نوعية مشي للكارد أو لندا. الميترا يدير حوالي 12000 15000 بالميترا. فيه 30 على 40. حبيتي تقسمي سنيوة على زوج قسميها. انا نديرها هكدا ديريكت. ماخدش وقت في الطياب. نديرو على 180 درجة غير تشوفي الوجه تاعو ينشف نحيها طفي عليها ما تخليهاش ياخد اللون حامق ولا حاجة من بعد يتكسرلك باسكو راهو غير البلون دوف والسكر برك هاكي لا موغاك. هنا كيما راكو تشوفو هي دخلتها الكوشة درت لها حوالي 15 دقيقة من 20-15 دقيقة ونقعد نعس فيها. كيما قلتكم السطح تاعها غير تمسوها هكذا تلقاوه ناشف ما يشطلق. هذيك هي ما تخليش تتحمر لك البسكوي تاعنا. هنا حضرت كريمو بوغ ساهله مهله. عندي 200 غرام تاع زبده تكون طريه و200 غرام تاع السكر. حبيتي سكر كلاص حبيتي سكر عادي. سكر عادي يكون النوعيه داك الرقيق. دوك انا نخفقها وديري لها غم اللي حبيتيها. وكاين هنا اللي يزيد يضيف لها حوالي ربع كاس تاع غاناش ولا شيكولا بيضاء. بعد ما خلطت السكر مازال ما خفقتها مليح حتى يتغير تاعها تولي بيضاء. هنا في هذه المرحله راح نزيد حوالي زوج مغارف تاع زيت عادي لاباني. من بعد حبيتي ديريها كافي ديريها. انا بعد نزيد لها قهوه
لا بات لا غام تاع قهوه ملعقه نحي كميه باسكو راح تضاعف هاد الكميه. دوك نكمل نخفق ونوليكم ان شاء الله. دوك هنا راح نحي شويه برك باش ندير لا غام تاع قهوه. هذه هي كيما كتشوفوا انا ديت كميه شويه تاع كانت عندي شويه كريم او بور في كونجيلاتور جبتها زدت لها البيضه نورمال وراني نزيد لها فلاغون تاعي ليك ونشوفوا شحال نسحق. والبسكوي راني خرجته خدا اللون الذهبي با كلير خدا لي وقت 20 دقيقه راني خليته يبرد. دوك هادي نحطها في فريجيدار تقعد باش تقعد لي بارده باش نقدر نستعمل بها. هاولي كيما راكم تشوفوا جاني ما شاء الله خليته يبرد شويه جاي يتعلق جا روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه. وهذا كيما قلت لكم يتغسل تعاودي تخدم سنيوه واحده اخرى باش نعاود نقلبو. هاني جبت سنيوه نعم نقلبو على وجهو عندك و دو بريفيرونس متخليهش حتى يبردلك بزاف باش ما يتكسرلكش باسكو كيما كتعرفو كاين لافارين. هاوليك جا ما شاء الله تشوفيه نشف. هذه هي دوك انا نقص هادوما الجوانب تاوعو باش نشبح بيهم ونقسمو على زوج. كريمو بيغ تاعي دوك نزيد ندير هادية بصح نديرو على وجهو كيما راكو تشوفو.
نتاع الله يبارك 12 قطعة الله يبارك قص الله يبارك ماجي مضاعفي الكمية هكذا راني تقص 12 قطعة دوك انا نديرو في صحن تقديم ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك بعد ما خليته يبرد شوية كما راكو تشوفوا جا ما شاء الله الذوق وشكل وسهل وما فيهش مكونات ومشي غالي ما يستقاملكش غالي ديره لوليداتك ولا ديره اي مناسبة تكون عندك. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه ويا هو راهو ناجح 100%. هادي اللي عشاق حاجة معلكة هكذا كما لي ماكارون ولا هكذا حاجة مورينغ هاوليك نتمنى ان شاء الله تجربوه وقطع لي 12 قطعة الله يبارك وقلت لكم الشكل اللي حبيتو تقطعوا عندكم برك يكون مقطع الدويرات شوريه كلك شويه البسكوي اما المربع ولا مثلث ولا مستطيل يجيك ما شاء الله. لاصحاب المشاريع ولا عندك شعرده ولا حبيتي تهني به ولا لوليداتك هاوليك بطريقه سهله مهله هذه هي كما يقولوا هذه هي. واش نقول لكم خياتي نتمنى لكم ان شاء الله تجربوه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكما قلت لكم كومونتيو لي شويه في لاشين تاعي باسكو راهي التفاعل ما كاش كامل كاين مشاركه كان لي زابوني مي ما كاش كاع يتيك التفاعل ولا التعليقات ولا والو لا لي جام لا التعليق. واش نقول لكم السلام عليكم ويعطيكم الصحه.